بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى، ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى تلقي ما ذكر ابن القيم رحمه الله من تعليقات تحت باب اختيار الفطر، تبوب لذلك الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الصيام. وتكلمنا عما ذكر الشارح من تعليقات على هذه الترجمة التي ترجم لها أبو داود رحمه الله باب اختيار الفطر، وأيضا بينا ما ذكر الإمام الخطابي رحمه الله في تعليقه، قال هذا كلام خرج على سبب ومحصول على من كان في مثل حاله، لما علق على هذه الرواية ذكرها لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يضرب عليه وزحام عليه، فقال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. فكان هذا التعليق من الإمام الخطابي رحمه الله، قال هذا كلام خرج على سبب، أنه معنى أو المقصد من كلام الإمام الخطابي رحمه الله أننا لا نستند إلى ذلك الكلام إلا إن كان الحالة التي نستند فيها إلى ذلك الكلام مماثلة لما أو للحالة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندها هذه الألفاظ. وبعد ذلك تكلمنا عما ذكر ابن القيم رحمه الله لما ذكر الأدلة التي استدل بها من أوجب الفطر في السفر، ذكرنا الأدلة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في احتجاج من يوجب الفطر في السفر، وأنهم عددوا العديد من تلك الأدلة، ثم بين كيف تفند هذه الأدلة، كيف فند العلماء هذه الأدلة، وكيف كان الرد على تلك الأدلة، حتى كان آخر ما ذكر ابن القيم رحمه الله لما قال في احتجاج من يوجب الفطر بالصبر، لما احتجوا بالآية، لما احتجوا بالآية وأن الله تبارك وتعالى ذكر أن المسافر وكذا المريض إن أفطر في السفر أو حال المرض فعدة من أيام أخرى، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فقالوا بمفهوم الآية العامة أو الحكم الذي يستنبط من تلك الآية فيها الأمر بالفطر في السفر، ثم بعد ذلك قضاء هذه الأيام بعددها بعد انتهاء رمضان. ثم كان هذا التعليق الذي ذكره ابن القيم رحمه الله لما بين قال ففعل من وزنت عليه أو هذا الموضع، قال يبدو فيه كثير من قاصر العلم يحتجون بعموم النص على حكم ويغفلون عن عمل صاحب الشريعة وعمل الصحابة رضي الله عنهم الذي يبين المراد من هذه الآية. وبالتالي كما بين ابن القيم رحمه الله في أحيان كثيرة قد يستند البعض إلى نص الآية ثم بعد ذلك يجنب تماما ما كان تنفيذ النبي صلى الله عليه وسلم في بيان لمراد هذه الآية. وبالتالي نقول أن هو المفهوم العام للآية كما دلت عليه، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدته من أيام أخرى، أخذ منها أمثال هؤلاء من أوجب الفطر على المسافر، قالوا بعموم الآية يبقى الله تعالى أمر المسافر بالفطر ثم قضاء هذه الأيام بعد رمضان. فبين ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صام بعدما أنزلت عليه تلك الآية، صام بعدما أنزلت عليه تلك الآية، وبالتالي لابد من عدم الغفلة عن تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم، عدم الغفلة من تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال هذا موضع يغلط فيه كثير من قصير العلم يحتجون بعموم نص فيه على حكم ويغفلون عن عمل صاحب الشريعة وعن عمل أصحاب الذين يبين الذي يبين المراد. قال لو تدبر هذا علم بمراد النصوص وفهم المعنى. وبالتالي تجد أن حذيفة رضي الله عنه يقول كل فعل لم تفعلها الصحابة فلا تفعلوها، لم يختصر الطريق، يعني حذيفة رضي الله عنه يقول كل فعل لم تفعلها الصحابة
فلا تفعلها. يبين أن الطريق إلى ذلك هو أن تنظر إلى تطبيقات الصحابة رضي الله عنهم. ذلك أن تطبيقات الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحاكون فيها تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. فنستند إلى آية دون أن نقف على المفهوم أو نقف على المدلول أو نقف على عمل النبي صلى الله عليه وسلم في تبيينه لمراد هذا النص أو ذلك الحكم. ثم بعد ذلك يستكمل ابن القيم رحمه الله الكلام ويقول: وكان يدور بيني وبين المكيين كلام في الاعتبار من مكة في رمضان وغيره. فأقول لهم: كسرة الطواف أفضل منها. دايما كده في مسألة العمرة يقول لك: والله لما بيخرج إنسان العمرة هل تكرار العمرة في السفرة الواحدة أفضل أم أن يكثر من الطواف وكل سفرة لها نسك واحد؟ دايما كده أسئلة. وبالتالي نجد أن البعض لما يذهب إلى العمرة يكرر العمرة، يقول أنه سفر في تلك العمرة ولكنه أدى خمس عمرات أو أدى كذا عمرة. يقول: يا ترى هل هذا كان من فعل السلف أم لم يكن من فعل السلف؟ يقول على ذلك: أتظن أن السلف غفلوا عن وسيلة يحققون بها ثوابا جزيلا ثم امتنعوا عن ذلك أو قصر بهم الفهم عن ذلك؟ فابن القيم رحمه الله يقول: وكان يدور بيني وبين المكيين كلامه في الاعتبار من مكة في رمضان وغيره. فأقول لهم: كثرة الطواف أفضل منها. قال: فيذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعد حدا. قلنا المقصد من كده بيبين أن ساعات الإنسان يستند إلى دليل ويأخذ بظهر ذلك الدليل ويغفل تماما عن التطبيقات، يغفل تماما عن التطبيق. فعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعد حدا أو حدا معي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذا نص كده عام، يبقى ده نص عام. يا ترى معنى الكلام إن إحنا ده دليل على تكرار العمرة أو دافع لتكرار العمرة؟ فابن القيم رحمه الله كان يقول: قال: كثرة الطواف أفضل من تكرار العمرة. قال: فيذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدو حدا. قال: فقلت لهم في أثناء ذلك: حال أن يكون مراد صاحب الشرع العمرة التي يخرج إليها أن يخرج إليها من مكة إلى أدنى الحل وأنها تعدل حتى ثم لا يفعلها هو مدة مقامه بمكة أصلا لا قبل الفتح ولا بعد الفتح، ولا فعل ذلك أحد من أصحابه مع أنهم كانوا أحرص الأمة على الخير وأعلم الأمة بمراد النبي صلى الله عليه وسلم وأقدرهم على العمل به، ثم مع ذلك يرغبون عن هذا العمل اليسير والأجر العظيم. قال: يبدأ أن يحج أحدهم في رمضان 30 حجة أو أكثر ثم لا يأتي منها بحجة واحدة وتختصون حتى يحصل أحدكم 60 حجة أو أكثر، هذا ما لا يظن من له مسكة عقل. إنما خرج كلام النبي صلى الله عليه وسلم على العمر المعتادة التي فعلها هو أصحابه وهي التي أنشأوا السفر لها من أوطانهم وبها أمر أبو معقل. أبو معقل وقال لها: عمرة في رمضان تعدو الحجة، ولم يقل لها: لمكة اخرجوا إلى أدنى الحل فأكثروا الاعتمار فإن عمرة في رمضان تعدو الحجة. ولا فهم هذا أحد منهم تكلم على هذه المسألة. قلنا دائما كده يا ترى كثرة العمرة في سفرة واحدة تكرر أكثر من عمرة ولا هي كل سفرة لها عمرة واحدة؟ هو الأصل كده دي اسمها سفر القاصد. سفر القاصد أي أنك أنت بتنشئ نسك يعني مقابل كل سفرة. بالتالي حتى في حج التمتع لما ذكر العلماء إن فيها طبعا هذه فيها دماء، الدماء دي يا ترى دماء نسك أم دماء قبر؟ العلماء بيدخلون كده في مسألة حج التمتع. حج التمتع ماذا نفعل؟ يبقى في حج التمتع بنعتمر في أشهر الحج وبعد كده بينكث الإنسان حتى إذا كان في يوم التروية إلا أهل بالحج. فنقول إن هو فعل نسكين في سفر واحد، يبقى فعل عمرة وحج. وكذلك أيضا القران نفس القضية، حج القران يبقى بيؤدي الحج والعمرة في سفرة واحدة وطبعا بفعلة واحدة كما هو معلوم. فعلى ذلك يبقى بنجد ان القران عليه هدي وحج التمتع عليه هدي. الهدي يا ترى ده نسك ولا دم جبر؟ فالبعض اللي قال ان هو ده دماء جبر قال على اساس ان هو فعل هذين النسكين بسفر واحد، فعل هذين النسكين بسفر واحد. وطبعا الشارع هو الذي رخص بذلك، الشارع رخص ذلك، ولكن قالوا الاصل ان كل سفر
يبقى له أساسا نسب. كل سفر هذا سفر قاصد، نقول أنه خرج من بلده من أجل الاعتبار أو من أجل الحج، يبقى ده سفر قاصد. فلما جمع بين النسكين بسفر واحد فالشارع عند ذلك أمر من فعل ذلك بدماء، أمره بالدم، قلنا بذبح شاة أكثر من ذلك. قلنا لماذا؟ قلنا عشان لأنه فعل نسكين في سفرة واحدة، قال أن كل سفرة لها نسك واحد. فإن القيم رحمه الله يقول: وحال أن يكون فراغ صاحب الشرع العمرة يخرج إليها من مكة إلى أدنى الحل، ودائما كده لما بيعتمر يكرر العمرة يخرج إلى أدنى الحل ثم يعود. قلنا هو لا يشعر أبدا في أي حال من الأحوال بقيمة البيت، لكن نقول إن في عبادات، يعني في عبادات هذه العبادة لا نستطيع أن نؤديها إلا عند ذلك الموطن. قلنا الطواف، يعني الطواف لا يؤدى إلا في ذلك المكان. قصر الطواف لا شك تشعر الإنسان بعظمة وقيمة هذا البيت حتى ترسم هذه أو يرسم هذا البيت في قلبه، وبالتالي يهفو الإنسان إليها. لكن هو الإنسان لما بيجي يكرر العمرة على ذلك لا يشعر أبدا بهذا البيت. قلنا هو عبارة عن آخر الطريق مسافة ذهابا وإيابا، ذهابا وإيابا. على ذلك ابن القيم رحمه الله يقول: محال أبدا أن يكون ده مراد صاحب الشريعة صاحب الشرع أن العمرة تخرج من مكة لأدنى الحل، وأنها تعدل حجة ثم لا يفعلها. يعني ما وردش أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر عمره، قلنا مع أنه يعني نقول ما فيش مانع من تكرارها، لو كان في تكرار عمره في السفرة الواحدة يعني جواز لفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لو يتمكن من أداء أكثر من عمره في هذه الأوقات. ولكن ما ورد ولا ورد عن أحد من الصحابة رضي الله عنه. فلذلك قال: محال أن يكون مراد صاحب الشرع العمرة يخرج لها من مكة لأدنى الحل، وأن لا تعلم حجة ثم لا يفعلها هو مدة مقامه بمكة أصلا، لا قبل الفتح ولا بعد الفتح. وكذلك لما فعل أحد من أصحابه مع أنهم كانوا أحرص الأمة على الخير، قلنا ده أساسا لابد من تصديق ذلك الكلام أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص القوم على الخير. لذلك من قال أنها لا تكرر العمرة أكثر من مرة في السفر الواحد قال أنها لم تكن من فعل السلف، أي لم تكن من فعل الصحابة رضي الله عنهم. هذا دليل المسألة، دليل عندهم قالوا لم تكن من فعل السلف، ومحال أن السلف يغفلون عن مثل ذلك الأمر. وكذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه ما مات إلا بعدما أرشد الأمة إلى كل باب من أبواب الخير. فعلى ذلك نقول: لماذا لم يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك؟ لماذا؟ قلنا على الرغم أن هو لما أمر أو النبي صلى الله عليه وسلم أجاب طلب عائشة رضي الله عنها قالت أن الناس يعودون بعمرة حجة ويعودون بحجة واحدة أو بحجة من عمرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج مع عائشة رضي الله عنها إلى التنعيم ثم تعود بعمرة. قلنا مع أن طبعا لو كان الأمر مسموح لأذن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فكل هيحبس من أجل ذلك الأمر، كل هيحبس. يبقى الغالب مع عائشة رضي الله عنها تذهب إلى التنعيم ثم تعود لهذه العمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك أو أجابها إلى مقامها، قلنا حتى يكون جبرا لقلبها، وبالتالي تذهب وبالتالي القوم كلهم هيحبسوا من أجل إيه صالح هذا المقام لعائشة رضي الله عنها، يقول والله يبقى في فرصة طب نخرج معاها ونأتي بعد ذلك بعمرة. هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة رضي الله عنه، والمعين موجود يعني المقتضى لذلك، وموجود أيضا المقدرة على ذلك والتمكن من ذلك الأمر، ولكن لم تفعله أحد من الصحابة رضي الله عنه، لذلك كثرة الطواف أفضل من ذلك الأمر. قال: قال وأقدروا على عمل، كان هم أعلم الأمة بمراد النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الحرص المعلوم عن الصحابة رضي الله عنه الخير، وأقدر الأمة على العمل به. ثم مع ذلك يرغبون عن هذا العمل اليسير والأجر العظيم. قلنا الصحابة رضي الله عنهم الحزن الشديد كان في قلوب الصحابة أنهم لا يتمكنون من الوصال في الصبر، وأن الصحابة رضي الله عنهم حزن شديد واكتئاب شديد عند الصحابة رضي الله عنهم أنهم لم يتمكنوا من الوصال في الصبر لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قلنا على الرغم لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما خلاص أخذوا الكلام وانتهى أبدا، لا قالوا ولكنك تواصل رسول الله،
قلنا فلم تطلب قلوب الصحابة ان هم اساسا يتخلفوا عن فعل من افعال النبي صلى الله عليه وسلم. شو والله خلاص هذا النهي بالتالي ان يبتعد عن ذلك او لا؟ لم تطلب نفوس الصحابة رضي الله عنهم ان هم يتخلفوا عن فعل افعال النبي صلى الله عليه وسلم حتى بينهم ان هذه من خصائصه. ومع ذلك ايضا هنجد ان الصحابة رضي الله عنهم وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظهر الهلال. قال لو لم يظهر الهلال لواصل معهم كالمنكن لهم كما قالت او كما ذكرت الرواية. فكذلك ايضا معلوم ان الله تبارك وتعالى كما قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين سبيل الصحابة رضي الله عنهم. وان مقصد كلام ابن القيم كله انك انت تنتبه لا تقف عند النص وتستند الى النص دون الرجوع والنظر الى التطبيقات. ممكن يبقى النص كده في ظاهره وكانه يؤيد المساله اللي تتكلم فيها ولكن انظر بعد كده الى التطبيق. فده مقصد ابن القيم رحمه الله في ذلك. من اوجب الفطر على المسافر واستند الى الايه نقول ظاهر كده الحكم كانه معنى. لما يجي ننظر بقى الى تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مقصود الايه اللي هي نقول غير ما فهم هؤلاء. المقصود اساسا هو على فهم النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابه رضي الله عنه وتطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقات الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. لذلك يبقى دائما كده تؤكد على امثله دي المعاني وهذا كان توجيه من ابن القيم رحمه الله حتى يؤكد على ذلك الامر. ثم قال ابن القيم رحمه الله قد اختلف العلم في الافضل من الصوم والفطر. ذكرنا مذاهب العلماء في ذلك وأن طائفة العلماء قالوا الفطر أفضل وطائفة قالت الصوم أفضل وطائفة قالت الأفضل الأمرين أيسرهما على هذا المسافر. إن كان الأيسر عنده الفطر أفطر إن كان الأيسر الصوم أصوم. قلنا ده طبعا يعني هذا المذهب أعدى المذاهب بذلك هو يقول لك الله أنت مخير بين أمرين من شاء صوم من شاء أفطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول انت مخير بين امرين. هذه رخصه ربنا سبحانه وتعالى رخص على الانسان ان يفطر حال السفر ثم يقضي بعدد الايام التي افطرها بعد قضاء رمضان. وبعد ذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم صام بعد نزول هذه الايه صام في السفر. وبالتالي قال من شاء صام ومن شاء افطر. وايضا بينا ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يخرجون في السفر منهم المفطر ومنهم الصائم فلا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. وده كان تطبيقات وفهم الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم بعد ذلك يذكر ابو داود رحمه الله باب اخر وباب من اختار الصيام. قال باب من اختار الصيام. ثم ذكر عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته في حر شديد حتى ان احدنا لا يضع يده على راسه او كفه على راسه من شده الحر. قال ما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه. ما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه. كذلك ايضا في روايه عن حبيب بن عبد الله قال سمعت سنان بن سلمه بن المحبب الهذلي يحدث عن ابيه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له حموله تاوي الى شبع. قال فليصم رمضان حتى حيث أدركته. قال من كانت له حمولة تأوي إلى الشبع فليصم رمضان حيث أدركته. قال من أدرك رمضان في السفر فذكر معنى ذلك الكلام. قال من اختار الصيام من اختار الصيام. فذكر أبو الدرداء رضي الله عنه أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته وكان في حر شديد. قال حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه وكف على رأسه من شدة الحر. قلنا حر شديد قلنا عشان يدفع عنه حرارة الشمس يدفع حرارة الشمس على رأسه فعلى ذلك كان يضع أحدهم يده على رأسه أو يضع الكف على رأسه بشدة الحر. قلنا حتى يدفع هذه الحرارة الشديدة المنبعثة من الشمس من على رأسه. قلنا حرارة شديدة كما يصف لنا ذلك أبو الدرداء رضي الله عنه. قال وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. قلنا وبالتالي نقول في مشقة ولكن طالما الانسان يتحمل هذه المشقه يبقى على ذلك لا عتب على الانسان ان صام. قلنا العتب كله لو كانت مشقه هتجهد هذا الانسان فقد تدفع الانسان الى ترك جانب من الطاعات او جانب من العبادات. انا بقول لا مفيش طاعه ابدا معطله للطاعه
لما نفهم كده مش طاعة معطلة لطاعة أو طاعة دافعة لطاعة أو تركز الإنسان بطاعة، قلنا معنى كده اللي هو هتدفع عنه طاعة، كل الطاعة جانبا، الطاعة جانبا. فلذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه: وما فينا صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وضرورة الراحة. وبالتالي حتى في شدة الحرارة أو مع وجود المشقة يتحمل الإنسان هذه المشقة دون أن تمنعه عن أداء الواجبات، يبقى على ذلك لا حرج ولا عتب على ذلك الإنسان. قلنا يبقى الإنسان مخير بين أمرين، بين الصوم في السفر أو الفطر في السفر، أيسر أمرين على الإنسان. والطاعة دايما مبناها على مشقة، عشان ما نظنش كده إن الطاعة يبقى مبناها على الراحة، لا، ده أصل الطاعة مبناها على المشقة، ولكن مشقة محتملة، يعني الطاعة مبناها على مشقة، ولكن مشقة محتملة، يبقى دي مشقة محتملة. نقول في حدود طاقة الإنسان ومقدرة الإنسان، وإن لم يعقل عن ذلك فكانت مشقة شديدة بحيث قد تولي بالإنسان الهلكة، يبقى عند ذلك نقول في سعة، الله تعالى رخص لنا بكذا وكذا. وبالتالي نجد إن مع الصوم، وإن خاصة مع شدة الحر، شعور الإنسان بالعطش الشديد، ولكن نقول وجود العطش لكن يتحمل الإنسان، يتحمل. وبالتالي طالما في المقدرة على التحمل يبقى تقضي في فعل الطاعة، فالأعمار غير مضمونة، أعمار غير مضمونة. ولذلك بيان قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتورم قدمان، قلنا عشان تتفطر الأقدام تتورم القدم كده، ولا شك أنه هيشعر بألم شديد، يعني ألم شديد هينظر من قدميه كنتيجة ورم هذه الأقدام كنتيجة القيام الطويل في قيام الليل. لكن نقول طالما ان هي مشقه ولكن محتمله لهذا الانسان، قد تكون محتمله عند البعض غير محتمله عند الاخرين، لكن ده مبنى الطاعه دائما على المشقه، مبنى الطاعه دائما على المشقه، ولكن مشقه محتمله. بتختلف الانسان للانسان على حسب يعني قدره هذا الانسان وايضا القوه الايمانيه التي بثت في قلب الانسان. ثم ذكر ايضا روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له حموله تاوي الى شبع. قال: فليكن رمضان حيث أدركت. قال: إذا لو كان إنسان يعني عنده شيء من القوة والصبر بتاعه قصير حتى يستطيع أن يبلغ إلى المنزل في يوم، قال: فليصوم رمضان. يبقى الأفضل كده صوم رمضان. إحنا ذكرنا قصة حمزة الأسلمي رضي الله عنه، وفي بأنه كان يقوم بصرد الصوم، وأنه طلب الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو طرح المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يعني بيدركه رمضان في السفر، ونقول هو شاب وقوي يتحمل ذلك الامر، وان الصوم احب اليه من الفطر، وعلى ذلك طرح المساله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وان النبي صلى الله عليه وسلم بين له ان الامر مرجعه الى اختياره الى قدرته، فان شاء صوم ان شاء افطر، ان شاء صوم ان شاء افطر. فكان هذا من شده النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا السفر كما سنعلم بعد ذلك هل يا ترى ليه مسافة محددة لا يجوز الفطر قبل هذه المسافة، ولا كل ما أطلق عليه سفر سواء كان طويلا أو قصيرا؟ يبقى هنعلم أن هذا سفر سواء كان طويلا أو قصيرا الرخصة أساسا موجودة مع السفر، وأن الشارع لم يحد لنا حدا إن كان سفرا طويلا أو قصيرا، ولم يحد لنا مسافة بعد ذلك، لكن كم في الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا يبقى فيه سفر قصير، قلنا نقصد فيه الصلاة، ولكن هو سفر قصير، يبقى على ذلك السفر القصير إن كان هناك المقدرة على الصوم يبقى هذا أفضل. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أولاد تحمله إلى بلدته، وكان سفره من السفر القصير، يبقى على ذلك وأتى رمضان ذلك رمضان فليصوم، ده أفضل، يبقى هذا أفضل. قلنا لأن أيام رمضان لا تعوض، وكذلك يجد الإنسان في رمضان إعانة شديدة على فعل الطاعة، ولذلك شتان بين أمرين، بين صوم الإنسان في رمضان وصوم الإنسان بعد رمضان. قلنا هو الإنسان إقباله في رمضان على الطاعة، قلنا إقبال شديد جدا، إقبال شديد، وبالتالي معلوم هذه المنح الربانية التي تعطيها ربنا سبحانه وتعالى للناس في رمضان، فتجد فيه عون ومدد، عون ومدد في رمضان، لا تجد ذلك العون والمدد بنفس الصورة في غير رمضان، إلا على من يسر الله سبحانه وتعالى عليه تلك الطاعة. لذلك بتجد لما نيجي نصوم الستة من شوال بيبقى فيه نقول نوع من انواع المشقة اكثر بكثير من المشقة التي كنا نجدها في صوم رمضان، لان رمضان معلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اول ما بياتي رمضان بتصفى للشياطين،
بتغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة وأبواب الرحمات، وبالتالي بتجد عون شديد، عون شديد من الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يعين العباد على إتمام تلك الطاعة، نقول بيسر وسهولة وسلاسة، لكن لا نجد ذلك في أيام غير رمضان، أيام غير رمضان. فلذلك نقول بتبقى فرصة كبيرة إنسان هو يتمم هذا الصوم في رمضان، قلنا خاصة أنه مع السواد الأعظم من الناس، الكل مقبل على تلك الطاعة، شعور الإنسان أن الكل يشارك في الطاعة، نقول ييسر عليه أمر الطاعة. شعور الإنسان كده أن الكل يعني بيشارك في الطاعة ييسر على الإنسان أمر الطاعة، أن الإنسان بيحتاج دوما إلى قدوة بيقتدي بها، فلما نشعر أن الجميع يصوم في مثل هذه الأيام يبقى بتجد عون كده على إتمام هذه الطاعة. فلذلك قال من كان تاه حمولا تاه إلى شبع، قال فليصم رمضان حيث أدركه، فليصم رمضان حيث أدركه، وأدركك في السفر لما فيش حرج إن أنت تصوم لو كان هذا السفر قصير، وإلا يصل الإنسان إلى منزله حتى في نهاية اليوم. ثم ذكر بعد ذلك هذه الترجمة التالية، قال متى يفطر المسافر إذا فرغ، هل يا ترى في مسافة؟ إذا نقول لو كان السفر أدنى من هذه المسافة يبقى لا يجوز له الفطر بالسفر، ولا أساسا يعني بغض النظر عن المسافة هذا سفر طويل سفر قصير، كل ما تعرف عليه الناس أنه سفر، كل ما تعرف عليه الناس أنه سفر يبقى ترى الرخصة دي تطبق فيه، وأنا لا تطبق هذه الرخصة إلا إن كان السفر إلى أمد معين. قال ما متى يفطر المسافر إذا خرج. ثم ذكر رواية هذه الرواية عن جعفر بن جبر أنه قال كنت مع أبي بصرة زكريا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فرجع ثم قدم غداؤه، قال رجع ثم قدم غداؤه، قال جعفر في عدد فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، قال الطيب، قلت ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعفر في حديثه فأكل. قال إن هو في سفر ترى إمتى بيكون الفطر؟ هل مع عزم الإنسان عن السفر حتى لو لم يغادر يعني بيوت البلدة التي هو يقيم فيها، ولا ما يتمش الفطر إلا بعد مغادرة بيوت البلدة التي يعيش فيها؟ كذلك أيضا ترى في مسافة هنفرق ما بين السفر الطويل والصبر القصير أم ليس هناك مسافة؟ فذكر هذه الرواية عن جعفر بن جبر رحمه الله قال كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فرجع ثم قرب غذاؤه، ثم قرب غذاؤه، قال جعفر في حديث فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، قال اقترب، قلت ألست ترى البيوت؟ فقال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعفر في حديثه فأكل. فيذكر هذه المسألة، وكما بيّن ابن القيم رحمه الله في هذه الرواية، قال في رواية محمد بن كعب رحمه الله قال أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان ويريد سفرا، وقد رحلت له الراحلة ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة؟ قال سنة، ثم ركب، يعني أفطر قبل مغادرة البيت، قبل أيضا مفارقة بيوت البلدة. قلنا طبعا أساسا السفر يعني نقول فلان ده مسافر، فلان ده مسافر، لكن هو السفر الحقيقي لما بيغادر البلدان، بيغادر بيوت البلدة يبقى وقع عليه اسم المسافر الحقيقي، لكن فلان ده مسافر هو نقول هو على ذمة السفر، هو متأهل للسفر، عزم على السفر، لكن نقول هو ليس بمسافر، قلنا بدليل إن هو فلان ده مسافر، لكن ما يخطئ في الصرف. يعني هو مسافر طالما لم يغادر بيوت البلده يبقى لا يخسر في السفر، لا يخسر، امتى بيخسر؟ لما يغادر بيوت البلده، لما يغادرها وبالتالي فرق المحله يبقى عند ذلك نقول هيخسر في السفر، لكن هنفرق ما بين الصوم والقصر في السفر، فالقصر في السفر ما يتمش الا بعد مغادره بيوت البلده، قلنا على الرغم ان هو نقول فلان ده مسافر اهل كده واستعد وعزم على السفر، ونقول ركب ايضا على الدابه التي يرحل من خلالها في سفره. لكن نقول ما يقصرش في السفر، لو حان وقت الصلاه وما زال هنا يقول له لا لابد ان يصلي صلاه اتمام، وان الصلاه حضر، لكن بالنسبه للصوم جاز الفطر قبل مغادره البلاد، لو عزم على السفر
وايضا راكب الدابة. فلذلك انس بن مالك رضي الله عنه كما قال محمد بن كعب قال اتيت انس بن مالك في رمضان واذ سفرا وقد رحلت له الراحله ولم يسأل ثياب السفر فدع الطعام فاكل فقلت له سنه فقال سنه ثم راكب ثم راكب قال هي حجة من جوز مسافر الفجر في يوم سفر في اسنانه. المسألة دي فيها جزئيتين مسألتين. المسألة الأولى يا ترى هل ممكن أن المسافر ده هيفطر قبل مغادرة بيوت البلدة التي يحيا فيها؟ والأمر الثاني لو أنشأ الإنسان السفر بعد ابتداء اليوم هل يجوز ليه أن هو يعني يفطر في ذلك اليوم ولا لابد من استكمال اليوم الذي استهله صائما؟ يعني لما الإنسان كده يبقى نقول أصبح صائما وبعدين هينشئ سفر هينشئ سفر فيا ترى لما ينشئ السفر في الحالة دي وجب عليه إتمام الصوم أنه ابتدأ اليوم صائما ولا جاز أنه هو يفطر في ذلك اليوم في أسنانه؟ ودي مسألة فيها خلاف بين العلماء. مسألة ثانية هل يا ترى الفطر ذاته ابدا يفطر بعد مغادرة بيوت البلدة ولا طالما وجد العزم على السفر أفطر في قبل مغادرة البيوت؟ فالرواية الأولى كما بيّنت من قصة أنس بن مالك رضي الله عنه الله وفعل أنس بن مالك رضي الله عنه الله إن هو كان بيريد السفر يبقى عزم على السفر وخد رحلته ورحلته أخذ وقت الاستعداد تماما تبقى حضرة وهو أساسا عزم الأمر على السفر وعلى ذلك لبس ثياب السفر والاستعداد تام وقال فدعا بطعام فأكل أكل كده قبل ما يغادر بيوت البلدة ولما قيل له سنة قال سنة ثم ركب. فلا فهم الصحابة رضي الله عنهم متى يفطر المسافر متى يفطر المسافر دي مسألة. قال في ذلك ابن القيم رحمه الله فيه حجة لمن جوز المسافر الفطر في يوم سفر في أسنانه. يبقى في شك ان هو لو سافر الانسان قبل الفجر خلاص وقع عليه اسم المسافر فعند ذلك يفطر. لكن كل المسألة لو هو ابتدى اليوم صائما ثم طلع له عليه السفر فسافر في اثناء اليوم هل يفطر في الحالة دي ولا لا يفطر؟ وجب عليه الاتمام لانه ابتدى اليوم صائما. فهو ده وجه خلاف بين العلماء. لكن كما قال ابن القيم رحمه الله قصة أنس بن مالك رضي الله عنه حجة لمن قال أو بجواز فطر المسافر السفر أثناء اليوم السفر أثناء اليوم. فبيذكر أيضا قصة كما قال عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أنه أيضا قرب إليه ذلك الطعام قرب إليه ذلك الطعام وأنه قبل أيضا ما يتجاوز بيوت البلدة ثم دعا بالصفرة قال اقترب قلت ألست ترى البيوت؟ قال أترى عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قول الصحابي من السنة قال ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صرح هذان الصحابيات أبو بصرة وكذلك أنس قال الإنسان المسافر قبل مجاوزة البيوت من السنة. قال الإمام الخطابي رحمه الله حجة لمضار المقيم ذي الصيام إذا سافر من يومه أن يفطر أيضا كما قال ابن القيم رحمه الله. يبقى قول الصحابة من السنة نقول لها حكم الرفع أن الصحابة رضي الله عنهم لا يفتئتون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش لا الصحابة رضي الله عنهم ولكن معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على الامتثال لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يفتئتون أبدا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أحكام ربهم سبحانه وتعالى. فقول الصحابة سنة لا حكم الرفع قلنا لا يطالب بدليل. يبقى احنا لما نيجي نقول لك سنه نطالب بدليل. لو انا قلت لك والله من السنه كذا قول لي دليلك فين؟ لكن لو قال الصحابي من السنه قول الصحابي من السنه يبقى لها حكم الرفع. قلنا الان الصحابه عدول رضي الله عنهم وان الصحابه لا يفتئتون على ربهم سبحانه وتعالى ولا على النبي صلى الله عليه وسلم بل هم احرص الناس على مساله الاتباع احرص الناس على مساله الاتباع. فقول الصحابي من السنه ينصرف الى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرح هذان الصحابيان بان الافطار المسافر قبل مجاوزه البيوت من السنه. كما لو الانسان كده اخذ وضع الاستعداد وعدم على السفر يبقى ما فيش حرج بناء على تلك القصه انه يطعم في بيته قبل ان يخرج قبل ان يخرج. ولكن نقول الاولى يعني عدم هذه الفعل. نقول لماذا؟ قلنا لان قد يقرع الانسان ان هو ان يعود ولا يسافر. عشان نقول والله يبقى حتى لا نقع في ذلك الحرج يبقى نقول لما يتمكن
لكن طبعا الفرق ما بين امرين، لو راكب الانسان سفينه او راكب على دبه بريه حفر الكلام ده، لو راكب على سفينه وبدات السفينه في الامتحان يبقى جاز ان يفطر حتى مع رؤيه الانسان لبيوت البلده، قلنا لانه لا يتمكن من الرجوع، غير قلنا الانسان عزم على السفر وبالتالي من الممكن اساسا يرجع في ذلك الامر، قلنا ينتهي الامر وبالتالي يبقى ما زال في البلده، فالاولى ان احنا نقول له اجل واخر الفطر حتى تغادر البلده، حتى تغادر، ان غادر هو فعلا في سفر. قلنا مع طبعا ثبات ذلك الامر عن الصحابه رضي الله عنهم انهم افطروا وهم قبل مجاوزه بيوت البلده، ولكن وجد منهم العزم، وجد منهم العزم، فنجد في نفس العزم على السفر وانه لا يتراجع في ذلك، يبقى جاز له الفطر حتى لو لم يجاوز بيوت البلده بناء على ما ذكر او ذكر عن انس بن مالك رضي الله عنه وعن ابي بصره رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الامام الخطابي رحمه الله في حجه لمن راى للمقيم للصيام اذا سافر من يوم ان يفطر. يبقى نفس كلام ابن القيم رحمه الله، قلنا بالكلام ده ليرد على من قال انه من انسى في يومه صوما ثم سافر في اثنائه لا يجوز له الفطر، لا يجوز له الفطر. لا يجوز له الفطر الا ان انشا ذلك الصوم قبل ابتداء، انشا ذلك الصبر قبل ابتداء الصوم، لكن نقول الروايه حجه على هؤلاء، والروايه حجه لمن قال جاز للمسافر الذي ابتدا اليوم صائما ثم سافر في اثناء اليوم جاز له الفطر عند ذلك. وقال ايضا هم شافوا هذا الامر، قال من اصبح صائما ثم مرض في يومه فان له ان يفطر من اجل المرض. قالوا كذلك من اصبح صائما ثم سافر، لان كل واحد من الامرين سبب رخصة حدث بعدما مضى شيء من النهار. قالوا يعني برضك الدليل على جواز يبقى ان الفطر لمن انشا بنيه اليوم صائما ثم سافر في اثنين، قالوا ده زي حال المريض، انسان كان صحيح وانشا وابتدى اليوم صائما ثم اصيب بمرض، عند ذلك قالوا المرض ده عضو من اعضاء، ماذا يفعل؟ افطر. قلنا مع انه هو انشا بدايه اليوم صائما فان طلع عليه المرض يبقى نقول ان هو لم يختلف العلماء في انه جاز له الفطر، ومفيش حد من العلماء قالوا لابد ان هو يستكمل يومه صائما طالما ابتدى اليوم صائما. قالوا كذلك الصبر نفس القضيه، ورخص عذر من اعذار، وان الله تبارك وتعالى عذر الناس في ذلك في المرض والصبر، فقال ان هو الصبر لا يشبه المرض، لان الصبر من فعله هو الذي ينشئه باختياره، والمرض شيء قال يحدث عليه لا باختياره. فهو يعذر فيه ولا يعذر في الصبر الذي هو فعل نفسه. كنا نقول يعني ما فيش وجه ابدا يعني ان احنا والله نفرق ما بين الامرين، هذه رخصه هذه رخصه. ان الله تبارك وتعالى كما قال من كان منكم مريضا او على سفر، فالسفر عذر والمرض عذر. فماذا طرا على الانسان في اليوم الذي ابتدا اليوم فيه بالصيام؟ قلنا افضل في ذلك ان العذر الرخصه قائمه، الرخصه قائمه، سواء بقى قائمه قبل ابتداء اليوم او قائمه في اثناء اليوم او قائمه في اثناء اليوم. فلذلك لما فرق وقال لا السفر لا يشبه المرض، قال ان السفر من فعله والذي يمشيه باختياره، والمرض طبعا ليس من فعله ولا من اختياره، فيعذر فيه، يعذر فيه. فدي مساله يعني هذا القول شبيه بقول من قال ان هو جواز قراءه القران الحائط دون الجنوب. لان جواز قراءه القران الحائط دون الجنوب قال ان الجنابه يستطيع الانسان يقوم برفعها، اما الحائط فلا تقوى المرأة على رفعها. فلما فرق في القراءه بين القران قالوا الجنوب لا يقرا القران، قلنا الان يستطيع رفع الجنابه. اما الحائط فجاءت لم تقرا القران بلا مس المصحف، قال ان الحائط ليست بيدها، ليست بيدها ولا تستطيع ان تقوم برفعها. فلذلك فرقوا. ايضا في فرق ما بين الامرين، قال فرق ما بين المرض وما بين اساسا الصبر، هذا الصبر باختياري ولكن المرض ده ليس من فعل. نقول لكن المرض او الصبر هي اعمار ربنا سبحانه وتعالى رخص بها للصائم او المريض الفطر في الصبر والفطر في المرض. بعد ذلك نقول هو عذر قائم. نقول والله لا وجد الشبه بين الامرين، نقول لا هذا عذر هذا عذر، وان الشارع اعتبر ان هذه الاعذار، وان الشارع لم يذكر سواء كان انشا السفر اثناء النهار او انشا السفر قبل ابتداء اليوم صائما. في كل الاحوال يبقى نقول ان هو لا حرج في ذلك، لو انشا السفر في اثناء اليوم جاز له ايضا الفطر ولا حرج في ذلك، كما بين الامام الخطابي رحمه الله وكما قال وذكر ابن القيم رحمه الله. ثم اذكر بعد ذلك باب اخر وباب قدر مسيره ما يفطر فيه. يبقى يا ترى ايه المسافه الزمنيه؟ قال باب قدر مسيره
ما يفطر فيه. ثم ذكر رواية عن دحية الكلبي رضي الله عنه أنه خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر قرية عقبة من الفستان. قال وذلك ثلاثة أيام في رمضان، ثم إنه أفطر وأفطر معه الناس وكان الآخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أن يراه أن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول ذلك الذين صاروا. ثم قال عند ذلك اللهم اقبلني إلي. لما نحن الكلبي رضي الله عنه لما خرج وسافر من قرية إلى قرية كان المسافة بين القريتين ثلاثة أيام، ثم إنه أفطر وأفطر معه الناس وكان الآخرون يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أن يرى أن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول ذلك الذين صاموا، ينكر على الذين صاموا ذلك الأمر. وبينا أن دي كان من ضمن الأدلة التي استدل بها من أوجب الفطر في رمضان، ولكن بينا أيضا كيف كان الرد. ثم قال عند ذلك اللهم اقبلني إلي. كذلك أيضا ذكر عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان يخرج إلى الغرمة فلا يفطر ولا يقصر، فلا كانش يفطر ولا يقصر في الصلاة. فقال إن هذه الرواية عن دحية الكلبي رضي الله عنه ذكر أنه أفطر بعد هذه المسافة، يبقى سافر من قرية إلى أخرى، وكان هذه المسافة بين القريتين، هذه المسافة بين القريتين ثلاثة أميال كما بينت الرواية، وبالتالي يبقى قصة دحية الكلبي رضي الله عنه تبين أنه لا فرق في مسألة السفر بين السفر الطويل والسفر القصير، لا يفرق بين السفر الطويل والسفر القصير. لذلك ما قال ابن القيم رحمه الله قال المجوزون الفطر في مطلق السفر، قال هب أن حديث دحية لم يثبت، وحديث دحية لا ضعيف أساسا كما يرد، فقد أطلق الله تعالى ولم يقيده بحد كما أطلق في آية التهمه، فلا يجوز حده إلا بنص من الشارع أو إجماع من الأمة، كلاهما مما لا سبيل إليه. يعني قال والله قصة دحية الكلبي دي ضعيفة، يبقى الرواية دي ضعيفة، قال هب إن الرواية لم تثبت، لكن لنا الآية الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هل يا ترى ورد بقى في السنة كده بيان للمسافة أو حد لنا الشارع المسافة التي لا يجوز دونها الصوم أو الفطر أم لم يبين؟ لم يبين، يبقى الأمر ده يرجع إلى أعراف الناس، يبقى كل أمر من هذه الأمور التي لم يأتي الشارع بحد لها مرجع هذا الأمر إلى أعراف الناس، كل ما تعارف عليه الناس أنه صبر ينطبق عليه هذا الحكم، كل ما تعارف عليه الناس أنه صبر يبقى ينطبق عليه الحكم. لذلك قال المجوزون الفطر في مطلق الصبر، قال هب أن حديث دحية لم يثبت، فقد أطلق الله تعالى ولم يقيده بحد كما أطلقه في آية التيمم، فلا يجوز حده إلا بنص الشارع أو إجماع الأمة، فلهما مما لا سبيل إليه. فقيل وقد قصر أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة، ولا تأثير النسك في القصر بحال، أن الشارع إنما على القصر بالسفر هو الوصف المؤثر فيه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى مسيرة البريد سفرا، لما قالوا إن هو أهل مكة قصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة، ولا تأثير النسك في القصر بحال. هل يا ترى لما النبي صلى الله عليه وسلم جمع ما بين الظهر والعصر بعرفات فهو ده ترك النسك ولا ده نتيجة السفر؟ لما جمع في المزدلفة لما دفع من عرفات ونزل المزدلفة صلى فيها المغرب والعشاء، هل يا ترى من النسك ولا أساسا ده للسفر؟ طبعا خلاف العلماء، بعض قال النسك وبعض قال لا لم تجلس الصلاة، زي ما احنا قلنا في مسألة الدماء، نقول ان المتمتع عليها القارن عليها الهدي لا دم نسك ولا دم جبر، لانه فعل نسكين في سفر واحد، وهذا خلاف العلماء. ان نفس القضية يقول وكيف وقد قصر اهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة مزدلفة ولا تأثير النسك في القصر بحاله، هتقوليش ان هو لما صلى الظهر العصر بعرفة ده كان نسك، لما صلى المغرب العشاء بمزدلفة كان نسك، قال لا ده كان الغرض من ذلك هو القصر كما يقول ابن القيم المسافة السفر كما قال ابن القيم رحمه الله، قال ابن الشارع انما علل القصر بالسفر هو وصف المسجد فيه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سمى مسيرة البريد سفرا في قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر بريدا الا مع ذي محرم، البريد اللي هو بيسوي فرسخان كده
فقال اللي هو 12 ميلا 10 ميلا، فقالوا ان دي مسافه ليست بالطويله، مسافه قصيره. ومعلوم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينه واحرم من ذي الحليفه برضه هنا صلى العصر قصرا، صلى الظهر في المدينه وصلى العصر في الحليفه، صلى العصر في الحليفه قصرا، ودي مسافه نقول بسيطه، هذا سفر قصير مش سفر طويل، هذا سفر قصير وليس سفر طويل. فعلى ذلك قالوا يبقى كل ما يطلق عليه تعرف عليه الناس انه سفر يبقى جاز ان نطبق عليه ذلك الحكم، لان الشارع اطلق ولم يحد لنا حدا ولم يقيد السفر بحد، ولا ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مرد ذلك الى ما تعرف عليه الناس. فلذلك قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حل امرأتك بنوم مناسبه تسافر بريدا الا مع ذي معه. وقال الله تعالى: ان كنتم مرضى وعلى سفر او جاء احد منكم الغلطه ولا بس من سافر لم تجدوا ماء فتيمموا. ولا ان يسافر بالقران الى ارض العدو، ولا ان يسافر الرجل وحده، وان دعوه المسافر مستجابه، وكان يتعود المعساه السفر، وكان اذا اراد السفر اقطع بين الرسالة. يبقى كل دول قال يعني ان السفر لكن لم يحدد بمسافه ابدا، لم تقدر بمسافه، دون المسافه لا يجوز فيها الفطر، لا، كل ما تعارف عليه الناس انه سفر يبقى عند ذلك تطبق عليه هذه الاحكام، سواء كان من قصر الصلاه او من الفطر في السفر، لان الله تبارك وتعالى اطلق ذلك الكلام ولم يقيده لنا بحد، ولا ورد ذلك الحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنرجو من الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي ما ذكر ابن القيم رحمه الله، وكذلك عن شرح ذلك عن شرح في المعلق على ما جاوب له الامام ابو داود رحمه الله الى المره القادمه. اكتب ذلك القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله.